دعني من مزاحك الآن يا عطية. قل لي، هل ستباهل أحدا ثانية؟ الحمد لله. قيل لنا إنك جننت، كيف حالك الآن يا مانع؟ لا أدري، هل كنت مجنونا حقا أم أنني أردت أن أجن ليخرج عقلي من مكان لم يكن ليخرج منه جسدي؟ ليس هذا كلام مجنون يا عطية، اطمئن فهو أعقل مني. لا أدري كيف أعتذر إليك يا مانع، إنما قمت به من تضحية لم يكن ليفعله أحد غيرك، بل لم أكن أنا أفعل هذا لك. ولماذا تعتذر يا صديقي؟ أنا لم أفعل إلا ما أملاه علي واجبي. لا تدري يا أخي كم أنا مسرور برؤيتك، إنني غير مصدق أنني وجدتك سالما معافى. وسرني وفاؤك أيضا. قد مرت أيام ولم نرك يا أبا هارون. رزقنا الله بولد بعد طول انتظار يا مولاي. بارك الله تعالى لك فيه، وماذا أسميته؟ أسميته محمدا يا مولاي، تيمنا برسول الله صلوات الله عليه وآله. محمد محمد محمد، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يا أبا هارون، لا تضرب هذا الغلام ولا تسبه، واعلم أنه ما من بيت فيه اسم محمد إلا وطهر وقدس في كل يوم وليلة. هو كذلك يا مولاي. يا أبا هارون، أتحفظ شيئا في أبي عبد الله الحسين؟ نعم، جعلت فداك أحفظ الكثير. أنشدني شيئا مما تحفظه. أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية. لا يا أبا هارون، أنشدني كما تنشدون. أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية. يا أعظم لازلت من وطفاء ساكبة روية. هيا لازلت من وطفاء ساكبة بقبره. أيوا حسينا، أيوا إماما، وإذا مرت بقبره فأطل به وقف المطية. هيا فأطل به وقف حبيبي. يا حسين نور عيني، يا حسين وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولتان يوما بواحدها المنية. يا أبا هارون، من أنشد في الحسين عليه السلام شعرا
فبكى وأبكى عشرة، كتبت لهم الجنة. ومن أنشد في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى خمسة، كتبت لهم الجنة. ومن أنشد في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى واحدا، كتبت لهما الجنة. ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينيه مقدار جناح ذبابة. كان ثوابه على الله تعالى، ولم يرضى له بدون الجنة. انتهى أمري ومآلي إلى السجن. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إن زيت الزاجي ينحل في الماء وينشر حوله حرارة عالية، ما هي علة ذلك؟ فهذا لا يحدث مع غيره من المحاليل، ومن المهم أن يصب الحمض فوق الماء ولا يصب الماء فوق الحمض لشراهته للماء، ولا أدري عن علة ذلك حتى الآن. أنت عفيف؟ نعم يا سيدي. لقد سمعت عنك أخبارا لا تسر. أنا أقضي الليل والنهار في عملي، ولا أعود إلى بيتي إلا قليلا، حماية لبلاد المسلمين من الخونة والأنجاس والأرجاس. أقسم يا سيدي. لا تتكلم حتى أطلب منك الكلام. ألا تعرف نظام العسكرية؟ فهمت أم لا؟ أنا أقضي أياماً كثيرة في عملي، لذلك سأكل من يديك أكثر أوقاتي. وما سمعته من الشرطة، ما تصنعه طعاماً يصلح للكلاب. سل القدماء عني، ستجد أنني طباخ ماهر، لكن مدير السجن سمعان هو الذي طلب مني أن أقدم هذا النوع من الطعام، فالسجن ليس نزلاً كما يقول. ذاك زمانه والقادم زماني، فامتثل. يا
يا لك من أحمق يا عفيف، كدت أن تعترف له بفعلتك من دون أن يسألك. أحمق أحمق. الحمد لله الذي أنقذني. صدق القائل، الصمت حكمة، فلو أنني تكلمت لما بقيت حيا هذه الليلة. سأصمت بقية حياتي كلها. ليت شعري ما فعلوا بعفيف. نحن هنا منذ مدة ولا نعرف خبرا. لم أخرج حتى تيقنت أنهم لا يعرفون عنه شيئا. لقد كانت خطة متقنة. ألم أقل لكم إنني أجيد الفرار؟ لا أدري كيف أشكركم، لقد كتبت لي حياة جديدة. لم أكن أتصور أنني سأخرج من السجن يوما، فاستسلمت لسجني حتى ظننت أنني سأتحول إلى أحد أحجاره أو قضبانه بلا شعور ولا حياة، حتى من الله علي بكم. وهل تفكر بالعودة إلى أهلك؟ هذا ما يريده هشام وزمرته، وعند الله تلتقي الخصوم. بسم الله. تفضل. بسم الله. بسم الله. ما الذي أخرجك يا عامر؟ أفكر في أمري. قل لي بماذا تفكر يا أخي؟ أفكر أن أعود وأخذ أبنائي وأبتعد بهم إلى مدينة بعيدة أو قرية نائية حيث لا يعرفنا أحد، وأبدأ معهم حياة جديدة. تعال عندنا وسوف أعينك على بداية جديدة لحياتك. أدري، ولكن هل سيكون ذلك مقبولا بالنسبة لهم؟ هل يعلمون أنني حي؟ أم يظنون أني فارقت الحياة؟ هل يريدون الخروج معي؟ أم أنهم اعتادوا على حياتهم ولا يريدون غيرها؟ صدقت، وربما يكون ذلك ملفتا للأنظار من حولكم فيضرك ويضرهم. جازفت بالتعامل معك. ها يا عم، ألا تريد الذهاب معي لاستقبال القافلة؟ وأين هم الآن؟ صاحب البريد يقول هم على أثره، سيكونون هنا قبل الظهيرة. ولكن ما هذه الورقة؟ هذه الورقة التي كتبناها بيني وبين طلحة. لا أدري ما الذي أعجل أبا عمارة فتحرك بقافلته قبل الفجر، فجاءني طلحة على استعجال فكتبناها، وشهد عليها خادماي. قبل الفجر؟ ولكن القافلة تحرك الضحى. لا لا لا، قبل الفجر، هذا ما قاله طلحة. كلا يا عم، لقد كنت حاضرا معهم عندما تحركت القافلة، رافقتهم فرسخا ثم عدت. لقد تحرك أبو عمارة ضحى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما
الذي جعل طلحة يخبرني بخلاف ذلك؟ قل لي مولاي الصادق المصدق إنني وفقت بحمد الله، ولولا رعايته لما بلغت ما بلغت. أعطي هذه لسيدي ومولاي حتى يراها بنفسه. وفقك الله يا ابن حيان، لو لم يرى أبو عبد الله منك استعدادا لهذا العلم لما علمك منه شيئا. الحمد لله رب العالمين. في أمان الله. في أمان الله. أين نحن؟ أظننا في أراضي عبد القيس. أرى جنود الخليفة قادمون باتجاهنا. لننجو بأنفسنا علينا أن نصل إلى زيد. هيا. أهلا بك يا طلحة. أهلا بك يا عماه. لقد عدتم بوقت قصير والحمد لله. لقد كان ذهابنا وإيابنا سهلا يسيرا، الحمد لله، لا عواصف ولا رياح ولا قطاع طرق. الحمد لله. وماذا عن مصر؟ لقد علمنا أن في مصر شحا شديدا ساعدنا على البيع السريع والربح الوفير. ولهذا عدتم سريعا سالمين غانمين والحمد لله. إن سألتني عن الربح فالحمد لله كل شيء مكتوب في سجل خاص قمت بإعداده والربح وفير. ولكن لماذا لم تأتي به معك حتى تأخذ حقك؟ سأتيك به ليلا يا عمّا، فلا أريد للعيون أن ترصد المال. ولكن يا طلحة. ليلا يا عمّا، ليلا. فإن لم تكن خائفا فأنا خائف، لا أريد أن أحمل المال أمام الناس وفيهم اللصوص وقطاع الطرق. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. السلام على مولاي الصادق. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شبيب. تفضل اجلس. هذا ما صنعه جابر بن حيان، ورقا لا يحترق، جربه أمامي وبعث به إليك. جزاه الله خيرا. الآن سنعمل معه على صنع جوهر مشع إن شاء الله. إن شاء الله. كل ذلك يا أخي مانع، والله لا تحتمله الجبال، ولن أسامح نفسي ما حييت. وما الذي كان بوسعك فعله ولم تفعله حينها؟ هذا قدر الله. كان المهم عندي أن تعود إلى بيتك وزوجتك وولدك وطفلك الذي كنت تنتظر قدومه بفرح. تصور لو أنك أنت من ذهب إلى السجن، ما ذنب طفلك أن يأتي إلى الدنيا ولا يرى أباه إلا بعد سنوات؟
كان بودي أن تبقى بيننا، فأنا أخوك وهذا بيت أخيك، ولك علي من الفضل ما لا ينسى. الحمد لله، لقد استعدت عافيتي وارتحت من كوابيس السجن، ولا بد لي من الإطمئنان على أهلي، فهم لا يعلمون عني شيئا وربما حسبوني ميتا. وأعدك بعودة قريبة. متى عدت؟ أهلا بك ومرحبا، وهذا وعد عليك الإيفاء به. وعد الله، وما فعلته أنت من أجلي لا يقل عما فعلته من أجلك. أنت أيضا غامرت بحياتك، والله وحده يعلم ماذا سيحصل لك لو ألقى الجند القبض عليك. أستودعك الله يا أخي. بأمان الله. يا كلب، كم رجلا سيأتي من بعدك؟ أتعرف من أنا؟ أنا الحكم ابن السلط، أستطيع أن آمر بقطع عنقك الآن ولا يسألني أحد عنك، فانجو بنفسك وتكلم. الآن أمام باب القصر وعلى مرأى من الناس جميعا، اضربوا عنقه وقولوا أنهم أصحاب زيد بن علي وهذا جزاؤه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا عم. تفضل. يا عم، ما جاء بك إلا أمر عظيم. يا ابن أخي، أنا خارج إن شاء الله. يا عم، لا أقول لك إلا كما قال لك أبي من قبل. لا يا ابن أخي، أنت إمامي في الحلال وفي الحرام، ولكن ضاق بي ما يصنع هؤلاء. سأخرج مناديا بالرضا من أهل محمد. قولوا يا ابن أخي. يا عم، إن رضيت أن تكون المصلوب في الكناسة فشأنك، والله إنه قدرك الذي لا يرد. صخر، أنني كنت أتوقع عودتك وأنتظرها. أتقصد أنك لم تجد قريتكم؟ بلى، لكن وجدت أهلي رحلوا عنها. ألم يتركوا خبرا لك عنهم أم أنهم اعتبروك في عداد الأمر؟ طلحة، أمر أهله شأنه هو. صخر، منذ الآن صار فردا من أهل قريتنا. والله يا عم، أنتم أفضل أهل يعوض بهم المرء عن أهله. ستمطر. لقد عاد صخر يا سيدتي. ما
دفعت آلاف حتى أشتري البضاعة الجديدة قبل دخول الشتاء. سأكملها مما ربحه طلحة. هل سيدك موجود؟ أجل يا سيدي. من أنت؟ أنا سيدك طلحة. ماذا تريد؟ أريد سيدك. عبيد! عبيد! أمرك يا سيدي. طلحة بشحمه ولحمه. سامحك الله يا طلحة، لقد تأخرت علي فأويت إلى فراشي. هيا بنا، هيا إلى دار الضيافة. مكانك. لا تكليف بين الأهل. أجئتني بالنقود؟ لما حضوري إذا؟ أين هي؟ هاتها. وجوههم إذا رأوني. ماذا سأقول لأهل قريتي إن سألوني عن المال؟ يجب أن أخفي أكثر هذا المال حتى حين. علي أن أنتظر أجل. بك يا خديجة؟ لا شيء. تعالي. Thank you.
إنهما طائران جميلان، أظنهما هنديان أليس كذلك؟ يبدوان كذلك لمن يراهما أول مرة، ولكنهما من خراسان يا أمير المؤمنين. من خراسان أيها الخراساني الجميل. الجائزة يا مولاي. أية جائزة؟ جائزة الطائرين. ويحك، جئتني بطائرين صغيرين وتريد جائزة نظيرهما؟ وما الجائزة المناسبة نظير هذين الطائرين؟ ما شئت يا مولاي. ما شئت. حسنا، أعطوه بضع دراهم وليمضي. أيها الخراساني. أهلا بك. من بعيد أتيت؟ قادم من العراق يا مولاي، وأمتهن الطب والعطارة. هات حدثنا عما معك وعما عندك. أتريد شيئا مما معي يا أبا عبد الله؟ لا، لأن ما معي خير مما هو معك. ما هو يا مولاي؟ أداوي الحار بالبارد، والبارد بالحار، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وأرد الأمر كله إلى الله، وأعمل بقول رسول الله: إن المعدة بيت الداء، والحمية أصل الدواء، وأعود البدن ما اعتاد عليه. وهل الطب إلا هذا يا أخ العراق؟ أهلاً. أهلاً يا زهير. أهلاً. أهلاً بك. إنما جئت لمسألة. تفضل يا أخي. سمعتك بالأمس تتحدث عن رغبتك بالزواج. نعم، حان الأوان وأن أتزوج وأنا شاب، قبل أن أشيخ وأهرم. ولقد تكلمت مع زوجتي حول هذا الأمر. زوجتك؟ كلمتها عن رغبتك بالزواج من فتاة تناسب وضعك، فأنت تبدو رزينا متزنا محافظا، ويجب أن تتزوج من فتاة تتفق مع صفاتك، ولقد وجدنا لك تلك الفتاة التي تناسبك حقا. ومن هي؟ هند، أخت زوجتي. ماذا قلت؟ أكلمها لك؟ لا لا، لننتظر قليلا، لا أريد الاستعجال، وسأبلغك حين أتوصل إلى قرار سليم. كما تريد، كما تريد. السلام عليكم. وعليك السلام يا أخي. من بالباب؟ سائل يطلب الخبز. فتح الله لك. لو كان أبوك لما كان ردني. حدثني أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عند اضطرارهم إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. زدنا يا ابن رسول الله مما أسبغ الله عز وجل عليكم. نعم. حدثني أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبنا أهل البيت في الله حشر معنا وأدخلناه معنا الجنة، من تمسك بنا كان معنا في الدرجات العلى. يا أبا الحسين، هل عزمت الخروج؟ لابد من ذلك يا فضيل. متى؟ أهو قريب؟ عندما يكون لي عدد من الأتباع لا يسلمونني ولا يخذلونني، وتكون بذلك لي الحجة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. حدثني بشيء سمعته من أبيك عليه السلام. حدثني أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن أحزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. أتعني أنك لم ترى أخاك أبدا؟ كلا، كان قد غادر المغارة قبل وصولي. الحمد والشكر لله، المهم أنه ما زال حيا. آه يا ولدي، آه إن الحياة قاسية من دونكما. هل من أحد قادم؟ لا نستطيع أن نخمن، ربما خديجة أو زبونة. انتظري عاصم، اختبئ في غرفة أبيك. لكن أخي لا يطارده الجند. لا يصعب عليهم أن يلصقوا به أي تهمة لكي يقبضوا عليه. اختبئ. اعلم يا أخي أن لكل ذنب أثرا يصيب الله المذنب به، ولم يترك هؤلاء ذنبا إلا واقترفوه. إن فناءهم لقريب لشدة ظلمهم، فاصبر. هيا تعال معي حتى ننظر في أمرك. هذه 400 دينار، أترضيك؟ الحمد لله، سأرجع إلى عيالي. هذا المال أعطانيه أبو عبد الله جعفر بن محمد لأصلح به بين شيعته. هكذا ينظر أبو عبد الله للمال، لا قيمة له إن لم يضعه في رضا الله تعالى. لا أحد يعوض مكان أحد، ولكنها الأقدار والاعتراض على حكم الله. لن أسمح لأحد بعد اليوم بأذيتك ولو بنظرة حاقدة. أنا سألت وتقصيت، فعلمت أن المال الذي كان بحوزة عثمان رحمه الله قد سرق. اسمع يا ابن أخي، إن كنت تقصد صخرا فأنا أعرفه مثل ما أعرفك وأكثر. صخر لا يمكن أن يقتل أحدا مقابل مال الدنيا كله. يا ابن أخي، القاتل شخص آخر. لما هذا الخنجر؟ إن شاهده الجنود معك سيأخذونه منك ويضعونك في السجن. هذا الخنجر لأحمي شرفنا وكرامتنا، وإن اقترب أي جندي منهم سأطعنه في قلبه. ليتني أستطيع الصلاة في المسجد. إن العيون ترصدك يا أبا الحسين. لا تنسى، أذن وارفع صوتك في حي على خير العمل. كما تأمر يا سيدي. هل تعلم يا فضيل أن الأذان كان في حي على خير العمل؟ فلماذا رفعت من الأذان إذن؟ رفعها الخليفة عمر بعد أن كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمن الخليفة أبي بكر، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وماذا تعني حي على خير العمل؟ إنها الولاية كما قال أئمة الهدى.